انا الاستاذ المساعد دكتور مهندس حسين عبد العزيز ابراهيم من قسم الهندسه الكهروميكانيك في الجامعه التكنولوجيه. موضوع مالتنا هو المشين اليمنت ديزاين. راح ناخذ السكشن اللي هو البيلد درايفز في موضوع البي بيلد درايف ديزاين. ثلاث مصادر عندنا، المصدر الاول معروف لفورمي، المصدر الثاني لشيرلي، المصدر الثالث لروبرت ال موش. ثلاث مصادر موجوده عندك في المحاضره نازله على السابقه، تم ارسال هاي المصادر، فجميع ما راح يعرض عندك في هاي المحاضره هو موجود ماخوذ من هذه المصادر ومشار اليها داخل المحاضره. بشكل بسيط بعد ان تعرفنا على النظري ثيوري اللي موجود في البيلد المحاضره السابقه، نجي ناخذ احد انواع البيلد ونشرح عن شلون نجي نفهم الديزاين داتا مالته وشلون نجي نصممه. المقطع ماخوذ من الريفرنس رقم 3. اكو فاكتورز راح نتعرف عليها، هاي الفاكتورز تساعدنا في التصميم بالاخص للنوع دي بيلد. راح ناخذ مثل ما قلنا ويا التصميم مالتنا الدرايف والدريفن شيبس، لازم بين الاثنيناتهم ايضا ناخذ السايز مالتهم، ناخذهم في نظر الاعتبار في التصميم. العملية التصميم حتكون ستيب باي ستيب، راح ناخذ تقريبا 12 خطوة و13، الخطوة 13 هي خطوة ملخص لنتائج ال 12 خطوة اللي موجودة. أثناء عملية التصميم راح نتعرف على بعض المصطلحات ضروري أنه نفهم معناها، لأنه تدخل عندنا بالشارتات وبالجداول. راح نتعرف بالتصميم على الريتد باور للدرايفنج موتور. الدرايفنج موتور هنا نقصد به هو الدرايفر اللي جاي ناخذ من عند الباور، احنا لازم نقوم بعملية حساب الريت باور او تعطاه في السؤال. السيرفيس فاكتور ايضا مبنية على اساس موجودة بالدرايفر وبالدرايفن لود. السنتر ديستانس اللي اخذناه بالثيوري ايضا هم يؤخذ بنظر الاعتبار، هم لازم يعني واحدة من فاكتورات التصميم. الباور ريتين ايضا تؤخذ في نظر الاعتبار، زائد انه احنا ناخذ السايز والسبيد الما للسمولر شيبس. السمولر شيبس هو هذا اللي احنا نحاول نصمم عليه، ناخذ يعني ناخذ اقل سايز يعني اقل دايمتر للبولي اللي مربوط عليه البيلت. البيلت لينث اخذنا البيلت لينث بالنظري ايضا، هذا المصطلح وجدناه بحاله الاوبن، ربط الاوبن وربط الكروس، كل واحد من اجهن الى قانون خاص به، يجب ان يحسب البيلت لينث. بالنسبه للسايز اوف ذا درايفنج اند دريفن شيبس، هذا مثل ما قلنا الدايمتر نحسب الدرايفر البولي مال الدرايفر والبولي مال الدريفن. عندنا كوركشن فاكتور. كوركشن فاكتور ياخذ لحالتين، ياخذه للبيلت لينث، البيلت لينث وناخذه للانجل اوف راب. المين ناخذه للسمولر شيب. لاحظ هاي المره الثانيه ناكد انه مو بس انه احنا جاي نحسب السايز والسبيد للسمولر شيب، جاي نحسب ايضا الكوركشن فاكتور للبيلت لينث وللانجل اللي هي موجوده ضمن اصغر شيب موجود عندك، يعني اصغر بولي مربوط عليه البيلت. اضافه الى هذا راح نحسب النمبر اوف بيلت. النمبر اوف بيلت راح نحسبين كم بيلت نحتاج. من مرات نشوف انه احنا اكو 3 بيلتس، كلهم هي عبارة عن قطعة واحدة مثل ما شفناها بالمحاضرة السابقة، ثلاثة هن بس هو انه يمثلن بيلت واحد. هنا ايضا هاي تأثر على الجروفز، الاخاديد اللي موجودة بالشيبس. البولي تلقى بيه في داخله اكو ثلاث حزوز. ليش ثلاث حزوز؟ معناته هذا يجي يفتر حوله بيلت متكون من شنو؟ من ثلاث قطع. نكمل، اكو بعض الكونتريبيوترز اللي لازم ناخذها. ادي التايت سايد اللي تشوفه انت بالربط بين بولي وبولي، الجزء الاسفل راح يعاني من حاله من الشد بالاخص للمقطع اللي هو يكون يعني يلتف حول السمولر شيبس. ادي القوه الطارده المركزيه سنترفيوجال فورسز، هاي القوه انت تعرف انه البيلت موفز اراوند ذا شيبس، يعني هو البيلت من يجي راح يفتر حول البولي، فاعتيادي يكون عندي يعني قوه طارده مركزيه ايضا لازم ناخذها بالاعتبار. عندي ماكسيمم توتال ستريس، وين يصير اكثر
اجهاد يصير عندي. شنو هذا الاجهاد؟ الاجهاد هو طبعا بيندنج ستريس راح يصير عندي، اللي هو نعتبره الميجر بارت موجود في حساباتنا وفي تصميمنا بالسمولر شيب. لان بالسمولر شيب اني اجي اشوف الماكسيمم ستريس وبالاخص البيندنج ستريس. معروف عندنا اثناء عمليه التشغيل من تجي تربط انت هسه قايش البيلت بين فولي صغير وفولي كبير بين تو بوليز هاي او الشيبس، لاحظ انه اكو شيء اسمه انيشال تنشن. هذا الانيشال تنشن هو الشد الابتدائي، وينصح يعني ريكومندد باي ذا مانيفاكتشر، يقول لك انه هذا الشد بعد بدايه الفيرست فيو اورز اوف اوبريشن، بدايه ساعات التشغيليه الاولى لازم ترجع انت من جديد انه تشيكه. ليش؟ انه صار عندي نوع من الانيشال ستريج، حدث نوع من الشد اثناء عمليه التشغيل الاولي. ناخذ فشيء اخر موجود ايضا على البولي على البيلت اللي هو الماتش نمبرز. هذه تكون مطبوعه، مرات تلاحظ اكو ارقام مطبوعه على البيلت. الرقم المطبوع هنا نبيس نميزه لاغراض المعرفه، عندي اللونجر بيلتس وعندي الشورتر بيلت. اكو رقم من يكون فوق الخمسين هسه راح اعرف انه هاي النوعيه مالته اللونجر، اقل من الخمسين فمعناته هو الشورتر. عندي شيء مهم كلش لازم اعرفه، ان الباور ترانسميشن ريتنج هذه تبنى على معايير قياسيه لعمر البيلت. نعطينا عمر البيلت من 5000 الى 7000 ساعه تشغيليه. لاحظ في حين ان العمر التخميني للشيبز البولي اللي يفتر عليه البيلت 25000، يعني تقريبا اذا اريد ناخذ مقارنه بسيطه، طبعا هي مو 100% حسب تدخل بها هواي عوامل تصنيعيه، بس نلاحظ هنا هو 5 اضعاف ما موجود. يعني هذا 5000 هذا وصل ل 25000 ساعه تشغيليه، لانه البولي احنا نركز عليه بالتصنيع. البيلت ممكن ان ينقطع، ممكن يستبدل، بينما البيلت البولي الشيبز هو راح يكون هو الاساس بالعمل. طبعا نذكر انه اكو عوامل كثيره هي تقلل من العمر، الاهتزاز، الاجهاد بشكل مباشر، يعني كل هاي تاثر على عمر البيلت وعمر الشيبز. نكمل هنا اكو ملاحظه، يعني عندي النارو سكشن وعندي الكاب فيرجنز. عندي نوعين، عندي يعني شكل، يعني عندي بيلت حتى تقدر مطبوع عليه 3V 5V 5V، هذا نحكي على نوعيه الفي بيلت. نلاحظ هنا انه اكو حرف عندنا اكس اجى هنا لنفس هاي الثلاث انواع. هاي ثلاث انواع اجوا، هذا حرف الاكس من الاسم مالته الجاج فيرجنز، هذا الجاج هي التوث يعني اللي هي المسنن. يعني انا عندي نوعين من البيل اللي ما بي اكس راح نعتبره احنا سموثلي، البطن الداخلي مالته كله عباره عن املس يصير، بينما هذا يكون مسنن. فمن تقرا انت علامه الاكس راح تعرف انه هذا نوع مسنن، زائدا انه هاف هاير باور ريت المسنن، وراح نشوف لو ايش. اذا هذا الاكس مالتي هذا هو جزء يضاف للديسكنيشن. شلون اخذنا بالبيرنج الديسكنيشن نمبر، هذا هم ايضا الرقم مالته اذا تلقى بدون اكس فهو سموث انر سيرفيس. الحين لو كان في اكس فمعناته انه هذا الكوغ تايب. الباور ترانسميشن ريتنجز يقول انه هي تكون اعلى بالكوغ تايب بالمسنن. ليش بالتوث يكون مسنن؟ يعني المسنن يكون اكثر في نقل الباور، لانه تعرف انه هذا يجي يتعشق مع اسنان الشيبس، اسنان البولي يجي يتعشق وياه، فنتعشق وياه بالتالي عملية نقل هذه الباور من بولي إلى بولي تكون عملية أعلى وأفضل، لأنه هم تدخل بها عامل الاحتكاك أيضا، زائد أنه البيلت يعني ممكن أنه بسهولة أن ينحني ويتركب على المسنن حول الشيب، وبالتالي راح يصير عندي شنو less stress in the belt، بالتالي راح يكون إجهاد قليل. بيكون اجهاد قليل بالبيلت معناته يعني ضمنت عمر اطول للبيلت وضمنت نقل للباور ترانسميشن بشكل افضل. هذا النوع الاول اللي هو الهيفي ديوتي اندستريال.
لاحظ هذا النوع اللي هو A B C D E، هذا أحد الأنواع. هنا الأعلى هذا الـ Width وهذا الـ Thickness. أخذنا في المحاضرة السابقة بعض الاستندارات بالأخص من الـ Reference Forming، المصدر الأول، شلون يقول لك إنه لكل Thickness أكو Width معين. هنا هم نفس الشيء، هاي الأنواع الـ A B C D E هاي استندارات، هذا قياس ستاندر، يعني قياسات ستاندر لها تسمية معينة. بالنسبة للتسمية الإنجليزية الأي رأسا راح نعرف انه هو هذا قياسه، البي راح نقدر نعرف هذا قياسه، اكو تسمية اخرى بالمتريك سايز نقول 13 سي، انطى الرمز الاول هو السي لمجموعة الاي بي سي دي اي كلها انطاها سي، لكن خلى قبلها رقم. هذا الرقم ايش يعني؟ يعني التوب ويت ان مليمتر، يعني صار من 13 سي معناته هذا العرض مالته هو 13 ملم. هذا مثلا 32 سي راح اعرف انه اني هذا الويت مالته العرض ايش قد، راسا اعرف اقول له هذا القايش مالتك. اذا قال لي دي راسا اني اعرف الاي بي سي دي هي تحولت الى سي بالمتريك، فراسا اقول اذا هو 32 العرض مالته الويت اللي موجود. لاحظ هاي التصنيفات الـ ABCD مأخوذة من شيبلي الريفرنس. هنا هم أيضا نفس الشيء، ينطي الـ Width وينطي الـ Thickness ويعطيني الـ Diameter of للشيب، طبعا يعطيني بالإنجات هنا، هاي قياس كلها بالإنج، ويعطيني الـ Horsepower Rating Range، لا هو Range هنا يعطيني إياها لـ One or More Belts. هذا يعني بس مجرد أنت تتأكد من دين، وهاي كلها تم تغييرها بالمتريك نحاول نشتغل. وطاعت اسمية C. نكمل نشوف نوع آخر الـ N. نوع الـ N هو الأنواع بالإنجات الإنجليزي هو 3V و5V و8V. هذا نعبي ما أنه ماكو X، يعني شنو معناتها؟ نذكرك أنه هذا غير مسلم. تم وضع رمز N بالمتريك، فمن نقول 9N بقت نفس العمل، هاي التسعة هي تمثل الأرض الويدث اللي موجودة بالرمز N. نفس الشيء نكمل باللايت ديوتي، هذا النوع آخر اللي هو فانكشنال هورس باور بالبي بيلت، مطي رمز R. فاللايت بس تسمع لايت، يعني بس نقول هاي بجموعة الR، الإنجليز مالته هو L رمز مالته، لكنه بالرمز المتريك فأسنا أنا أعرف أنه هذا 9 مليمتر، شنو العرض مالته هذا الويت. هاي اشكال جاهزة موجودة عندك بالمصادر، ايضا تقدر تسحبها تقدر تطلع عليها. نكمل بعض المعادلات اللي تحتاج. Some equations can be used as part of the build drive design process. هاي المعادلات قسم من احنا مطلعين عليها، ليش؟ لانه مرت علينا مثلا احنا الطول اللينث، هذا اللينث هذا مر علينا، هذا القانون. وقلنا يكون من عند نوعين كل open والcross. لاحظ الباراميترز الموجودة به، هذا مثلا CD هو center distance اللي ممكن انه احنا عندنا معادلة خاصة به، قانون خاص به نقدر نحسبه. ايضا هو نفس القانون اكو به باراميتر B يجب ان يحسب، هذا الباراميتر B لاحظ اكو 4LP، هذا 4LP هو نفسه هذا الجزء، هذا يمثل الطول، هذا LP يا LP اللي هو هذا اللي هو طول البيلت اللي قلنا اما كروس او اوبن، الا معادلة خاصة تحسبها تعوضها هنا تطلع البي، تعوض البي هنا تطلع شنو السنتر ديستنس. هذا السنتر اللي هو المسافة بين السنتر البول الاول والبول الثاني، الشيفز الاول والشيفز الثاني، لاحظ القيمة مالته محصورة بين قطر الشيف الثاني وثلاثة في مجموع قطر الشيف الاول والشيف الثاني. راح يطلع لك هنا رقم وهنا يطلع لك رقم، انت تختار السنتر. واحد يقول لي زين شلون يعني مو اذا احسبه بهاي المعادله؟ صح، انت تحسبه هنا كقيمه اناليتيكال، قيمه محسوبه، لكنه هذه القيمه يجب انه انت من تحسبها تخلي ببالك لازم تطلع ضمن هذا الرينج، لانه اذا خرجت عن هذا الرينج معناته انه العمل مالتك كان خاطئ او فرضياتك كانت خاطئه. بنرجع الى المعادلات الثانية، عندي الانجل اللي احنا شرحنا عنها اللي هي الراب انجل، قلنا هذا للشيف الصغير السمولر، تتذكرون 180 ناقص
في حين الكبير اختارين الزائد. هاي دي حالة، حالة الاوبن. في حالة الكروس قلنا اكو شنو؟ اكو ثيتا وثيث. ايضا هاي احنا اطلعنا على هاي المعادلات فقط التفكير. طول المقطع في البيلت اللي هو بين نقطة التماس الاولى مع السمولر شيب with another contact point in the bigger smaller will bigger build. هاي اخذناها اللي هو طول البيلت اللي موجود بين الشيب الاول والشيب الثاني اللي هو الدي. حتى من احنا عندنا قانون بيقول ان نستخدم 2 في الدي زائد اس 1 زائد اس 2. هذا مجرد في التفكير، تفكير هاي القوانين، بس تقدر طبعا تستخدمها. نرجع هنا، اكو ملاحظه لازم تعرفها انه many design decisions depend on the application and on space limitations. شنو معناته؟ معناته انه يعني كثير من اجي اصمم، تتصمم انت حتاخذ قرار لانه القرار مالتك مبني على اساس النتائج، فهاي النتائج يجب ان تؤخذ في نظر الاعتبار تطبيق وين حتطبق هذا البيض، ومكان البيلت انت مكان القايش من تجي الشده بين الكل الاول مثلا، هل اكو محددات الى قد يكون مثلا فير بوكس قريب، قد يكون ايدلر كلي مثل ما شرحنا على الايدلر، فلازم انت المساحه اللي يتحرك بها البيلت يجب ان تاخذ في نظر الاعتبار. نيجي الان نشوف شنو هي الخطوات اللي قلنا ستيب باي ستيب راح نيجي احنا نصمم بيها. بالتصميم لازم تخلي بنظر اعتبارك هاي الخطوات، هاي الخطوات هي اللي انت على اساسها step by step راح تحلها الى ان توصل الى النتائج المطلوبه للتصميم. نبدي بالخطوه رقم 1، طبعا ما تحتاج تحفظها الخطوات ولكن تخليها عندك في هاي المسار الستاندر اللي انت تمشي عليه، يعني تمشي خطوه خطوه راح توصل للتصميم، ما راح تحتاج يعني بس تحتاج ان تفكر شلون تاخذ القيم من الجداول. نجي هنا الخطوه رقم 1 يقول كومبيوت design power. design power إذا أول مصطلح عندي مثل ما أخذناه قبل شوية إنه عندي design power، منين أحسب design power؟ design power أخلي في بالي هي معادلة موجودة service factor في power transmitted. power transmitted قد يعطى بالسؤال لأنه هو بداية الحركة تبدأ من الماطور، فأكيد راح يعطيني يعني الماطور جد power transmitted مالته اللي هو الانبوت يعتبر، هذا يعتبر الانبوت. لكنه احتاج تلاحظ اكو سيرفيس فاكتور، هذا سيرفيس فاكتور مثل ما مكتوب فروم تيبل 1. طبعا تيبل 1 مو بالضروره يكون تيبل 1، هذا طبعا ماخوذ من مصدر روبرت موت، هذا ماخوذ من المصدر. فشوف انت ايش قد مدى تهمك التسلسل او شيء او رقم التيبل. انت تعال على اسم التيبل، اسم التيبل هو شنو؟ البي بيل سيرفيس فاكتور. انا دا ابحث عن شنو؟ عن السيرفيس فاكتور، فلازم اجي اشوف جدول بشنو اسمه السيرفيس فاكتور. نجي على السيرفيس فاكتور، هنا راح نشرح هذا الجدول. ركز وياي انه انا عندي هنا درايفر تايب، هنا عندي شنو؟ دريفن تايب، فمعناته بالسؤال لازم اعرف نوع الدريفن ولازم اعرف شنو نوع الدرايفر. ليش؟ لانه كل وحده من اجهن هسه هذا الدرايفر تايب مطيني، لاحظ هنا ثلاث انواع، هنا هم ثلاث انواع، هنا منطيني ثلاث حالات وهنا منطيني ثلاث حالات. اذا الدرايفر اللي هو الماطور لاحظ انه راح ينقسم بناء على الموجود بالسؤال، الموجود على بالتصميم، فاما ناخذ هاي المجموعه لثلاث حالات او انا اخذ هاي لثلاث حالات. مثلا ناخذ مثال كل بسيط، انطاني الدريفن هو جنريترز، اذا انا عندي جنريترز، الجنريترز واقعه ضمن اللايت شوك لودينج، اذا معناتها لو اخذ هاي لو يعني لو هاي لو هاي لو هاي لو هاي يعني اخذ هذا اللاين، اخذنا هاي اللاين، هذا الاكس اكسس. شلون اجي اقاطع؟ اجي اشوف نوع الدرايفر مالتي، قال لي الدرايفر مالتي اي سي موتورز نورمال تورك، فمعناتها اني ضمن هذني الثلاثه. قال لي لا الهاي تورك، فلازم اخذ اني هاي الثلاثه. زين اوكي، احتمال يقول لي لا انطيني مالتيبل سلندر، محرك مالتيبل سلندر، او يقول لي فور سلندر اور ليس، هذه تكون محرك متكون من سلندر واحد. اذا متكون من سلندر واحد راسا اجي وين؟ على هذا النيل ثلاثه اخذ واحد من اجهم. زين شلون اخذ واحد من هذا النيل ثلاثه؟ بس انا عرفت لنفرض اني قال لي مثلا اي سي موتورز نورمال تورك، او قال لي مالتيبل سلندر، فانا عرفت اني بهالمكان. زين انا اذا بهالمكان المن اختار هاي القيمه هاي القيمه هاي القيمه، اجي اشوف
الفاكتور الثالث مقنع نوع الدريفن نوع الدرايفر، اشوف كم ساعه يعمل. قال لي اقل من 6 جيت اختاريت. قال لي لا يشتغل اكثر من 15 ساعه باليوم. من يشتغل 15 يعني هو المنظومه نفسها مالتك الدرايفر والدريفن بين الاثنين يشتغل اكثر من يشتغل 20 ساعه 24 ساعه يشتغل يعني بشكل متواصل يشتغل 16 ساعه يعني بير دي. فرأسا اختار شنو؟ اختار هذا الفاكتور. هذا الفاكتور اخذه اقول له 1.3 مضروب في الباور ترانسميت اللي هو منطيني اياه بالسؤال، راح تطلع عندي شنو؟ الديزاين باور. هاي خطوه رقم واحد. الخطوه رقم اثنين لازم اشوف نوع البيض. البيض سكشن يعني نوع البيض. نعم عندنا كثير من الانواع. نروح على بد جدول شارت موجود شارت سوري. الشارت هذا مخصص للبيبيل بس المن انتبه بالنرو سكشن يعني يا مجموعه هنا مجموعه اللي هي اللي تكون السكشن مالتها متكونه من 5V وال3V وال8V، لكن بالتصميم مالتي اجي اشوف هل هو مطلوب مني مسنن. اذا مسنن لازم شنو خلي ببالي هذا هو الاكس، بس هو مخليها كلها ضمن ثلاث مجامع ال 3V وال 5V وال 8V لانه ماخذ هو النرو سكشن. شلون اجي اطلعها؟ احنا حسبنا قبل شويه الديزاين باور، قبل شويه حسبنا هاي الديزاين باور، منين حسبناها؟ قلنا الانبوت باور باور اللي منطيها الماطور والسيرفس فاكتور اللي حسبناه قبل شويه. بناخذ طلعت 70 طلعت 70 من طلعت 70 هاي اني معناتها اني ضمن هذا اللاين هاي السبعين. زين اوكي ضمن هاي السبعين لاجي اشوف مثلا سرعه الفاستر شيب. تدري انت عندك درايفر ودريفن، اجي اشوف منو اسرع واحد من عندهم اختار السرعه مالته اخذ اعلى سرعه اعلى ريفوليوشن بير مينت. لنفرض انطاني اعلى سرعه اعلى سرعه انطاني 1000 انطاني 1000 فمن انطاني 1000 معناته هي هنا اجي اقاطع ال 1000 مالتي مع الاكس اكسس اللي هو كان 70 راح اوصل اني وين بهاي النقطه. هاي النقطه شوفها وين موجوده ضمن يا زون يا منطقه. تلاحظ يا منطقه هاي المنطقه مال 5V و5V اكس. اذا انا استعرفت انه النوع السكشن مالتي هو 5V. خلصت الخطوه رقم 2. خطوه رقم 3. خطوه رقم 3 هي عمليه حساب السبيد ريشيو. السبيد ريشيو ايضا احنا اخذناها بالقوانين بالثيوري. قلنا هي سرعة الدرايفر على سرعة الدريفن أو هو قطر للدريفن البيتش ديامتر للدريفن على البيتش ديامتر للدرايفر أو عدد أسنان للدريفن على عدد أسنان للدرايفر. هذا أيضا موجود قانونه ومجرد تطبقه بطريقة مباشرة. خطوة رقم 4 راح نبحث الآن عن الشيف سايز. الشيف سايز أخلي ببالي إنه أني راح افترض سرعه انا افترضها المن سرعه البيض. راح يقول لي منين اجيب هاي سرعه البيض؟ هاي سرعه البيض احنا نعطيك اياها اذا تراجع المحاضره السابقه راح تلاحظ اكو بعض السرع وكانت احدى السرع هي فد شيء ايديال كانت 4000 السرعه مالته تنتبه على الوحدات في تعويض السرعه. راح نفترض احنا سرعه من عندنا افترضنا سرعه من افترضنا سرعه ارجع الى قانون البيض سبيد اعوضه. عندي الان السرعه موجوده كل سهوله راح اطلع قطر الاول اللي اني اعتبره افتراضي الترايل هذا ترايل سايز هذا الترايل سايز اني اعتبره هو هذا الانبوت مال. من خلال هذا الترايل سايز انتقل للخطوه رقم 5. الخطوه رقم 5 اعتبر انه هذا الانبوت شيب سايز مالته. احسب شنو الديزاير سايز المن للاوتبوت اللي هو القطر الثاني. شلون اجي اختار؟ اقول اول شيء اخذنا هذا الترايل بعدين اسوي سيلكت للستاندرد سايز للاوتبوت شيف. هذا منين اجيبها؟ اجيبها من خلال جدول موجود بعد ان احسب الاكتوال ريشيو والاوتبوت سبيد. انتقل للجدول. هذا الجدول احنا من حسبنا الدي
اللي هو السايز للترايل، الترايل سايز حسبناه. انتبه لازم حساباتك تكون بالانش، ليش؟ لانه هنا هو يشتغل على قياس بالانجاز. اخاف تحسبته بالملم، لازم ترجع هنا تراجع على الانش وتدخل الى هذا الجدول. هذا الجدول اسمه ترايل شيد سايز، يعني تعرف انت الفول الاول والفول الثاني كلاهما كل واحد من ادهم هذا الى دي معين، وهذا ايضا الى دي. هذا لو كان دي 1 اللي احنا سوينا اختارنا الترايل سايز، هذا من عنده راح نقدر احنا نطلع الدي 2. لكن حتى احسب الدي 2 لنفرض انا طلعت الدي 1 بالانجات مالتي، لنفرض طلعنا عشرة بوينت وان او عشرة بوينت ثري، لنفرض طلع عشرة وان، يعني هو معناته في هالمكان. فاجي شو اسوي حتى اختار الدي 2 مالتي، حتى اختار قيمة الدي 2 نير ستاندرد، اجي اختارها يعني خلي ببالي لازم اعرف الاكتوال اوتبوت سبيد. اعطاني هو في حساباته، اعطانيها 650 او 600، اعطانيها 600. فانت تخلي ببالك انت الديوان اللي حسبته طلع بين هذا وهذا اوكي. فالدي 2 من تجي انت تاخذه التقريبي، ممكن انه تقول اني صح طلعت 10.3 بس اني راح اختار 10.8. شوف انت بالحسابات طلعت 10.3 يا اخي، فانت لك حق تاخذ هذا وتاخذ هذا، كل مصمم يختار واحده منهم. لكن انه اللي قيده منه اللي قيده هاي القيم، لازم اشوف السرعه مالتي الاكتوال اوتبوت، الاوتبوت مو الانبوت، الاوتبوت اللي هو الدريفن الفولور، زين السرعه مالته ايش قد. لو كانت مثلا 600 فالحالة انت الان مخير اما تجي تصمم على هذه او تصمم على هذه. طبعا احنا معظم التصاميم مالتنا ناخذ على القيمه الاكبر، بس راح اشوفها في احد الامثله راح تكون عندك قيمتين محصوره بين هاي القيمه 682 وبين 668، عندها قيمه معينه راح يجي ياخذ في التصميم مالته ياخذ القيمه الاعلى. قصدي من هذا الشيء انه الدي 1 في حساباتك انت اللي حسبتها من تجي انت حاسب هذا، بس من تجي تدخل للجدول تختار قيمه قريبه من القيمه مالتك، لانه ما تلقاها 100% مطابقه لهذه القيمه، تختار قيمه تقريبيه. القيمه الاقل للقيمه الاعلى هاي تبقى انت منو يحددك بيها، يحددك بيها هاي السرعه اللي موجوده. خلصنا من هذه الخطوة لتعتمد على الترايل شيب سايز تيبل. نرجع خطوة رقم 6. خطوة رقم 6 خلي في بالك انه اني لازم احدد الاكتوال ريتد باور. الاكتوال ريتد باور بها قانون، بها البيسك ريتد باور وبها الباور ادد. هذه اجي اخذها اني من شارتات موجودة، وهذه هم ايضا اخذها من شارتات موجودة حتى نحسب الاكتوال ريتد باور. حتى احسبها هاي شلون اجي احسب هاي؟ هاي راح تحسب بفقره اي وهاي تحسب بفقره اي. فقره اي مثل ما تلاحظ هنا هو البيسك ريتد باور، تؤخذ من الفيجرز. فيجرز هنا أنا عندي يعني انواع، عندي واحد مخصص للثلاثه بي، واحد مخصص للخمسه بي، واحد مخصص للثمانيه بي. هنا أنا راح ترجع الى الخطوه اللي انت طلعت فيها نوع البيض. بما احنا طلعنا نوع البيض كان في مثالنا التقريبي 5 بي، فمعناته انا لازم اخذ منه هذا الشارت. هذا الشارت شلون اجي استفاد منه احسب البيسك ريتد باور؟ اجي اشوف الاكس اكسس هو السمول شيب بيج دايمتر، وين؟ بالانجاز. انا قبل شويه تذكر حسبنا الدي 2. لما حسبنا الدي 2 فحسبنا الدي 1. هذا بالحسابات هذا جبناه من الجدول. ياهو القيمه الاصغر من عندهم؟ من القيمة الأصغر؟ آخذها، كانت 10 لنقول مثلا. هاي القيمة
اللي حسبتها لو اللي جبناها من الجدول لا اللي استقرينا عليها من الجدول لان هي ترايل هي ترايل واحده حسبناها ورا ما حسبناها اعتبرناها ترايل رحنا للجدول طلعنا قيمه قريبه قياسيه من الجدول ناخذ هاي القيمه القياسيه من الجدول نجي هنا طلعت 10.8 اللي ناخذها اختاريناها فشوف انت هسه هنا هاي 10.5 هاي 10.8 تقريبا هنا موجوده راح تصعد ويا ما نقاطع هاي خطوط للسرعه هاي خطوط للسرعه يا سرعه الاسرع شفت اللي اخذناها ذكر حدنا اللي ناخذ على شيء كان عندي سرعه الف ثاني زين هسه انا عندي الف يعني معناتها محصوره بين هذا الخط وبين هذا الخط شاخذ لا اخذ السرعه الاعلى اخذ هاي الالف و600 هذا الخط تعال هذا الخط هذا الاحسن وصلت لهاي النقطه من وصلت لهاي النقطة بكل سهولة راح اجي اقشر هنا اشوف هاي ايش قد طلعت لنفرض يعني انا 4 يعني هاي كل وحدة 2 هاي 22 هاي 21 هاي 21 هاي شو تمثل البيسك ريتد هاي طلعت 21 بقالي الباور هذه طبعا حسب النوع نفس الشيء طبقنا هنا طبقنا بناء على نوع البيل في المستقبل. الادد مالتي كل سهله الادد ليش سهله؟ لانه انا عندي السبيد ريشيو حاسبها موجوده حسبنا احنا السبيد ريشيو فمن حسبنا السبيد ريشيو انا بكل سهوله الان لنفرض حسبناها 1.7 لنفرض الحسابات هسه من اجي اصعد يا سرعه اصطدم بيها هاي خط السرعه يمثل المن للاسرع هذا 170 هذا 1160 هذا هاي كالسرعه ومقيمه نجينا ناخذ شنو السرعه الاعلى السؤال عندنا الف بدنا اقرب شيء للالف منه هاي 1160 فاول ما اصطدم اول خط هذا الخط هاي القيمه واحد يقول لي انا مباشرة اقدر اروح احسب ال احسب ايش قد قيمة الادد اقول له ماكو داعي لان هو مطينا انا هذا القيم فمباشرة هسه صار عندي اني حساباتي اذا اريد ارجع هنا طلعت 1.5 اذا ارجع هنا 21 زائد ايش قد 1.15 هذني مجموعهم انطاني ايش قد انطاني الاكشوال ريتد باور فحسبنا بالحالة الخطوة رقم 6 حسبنا الاكشوال هاي نحتفظ بها نكمل في حساباتنا تنص على انه يجب ان اجد السنتر ديستنس